تصر على البقاء. تهدي بالضعيف، تهدي هل المتحد هذا الفوز، تهدي مالك المتحد، تهدي مالك الأصايل هذا الناموس. تهانينا تهانينا لسالم المبارك بضعيف على هذا الفوز المستحق. إذن الشوط الرئيسي يذهب مع العنود. تهانينا تهانينا لسالم بن مبارك بضعيف. مشاهدينا الأعزاء متواصلين في برنامج مع الفائزين، يسعدنا في هذه اللحظات أن نلتقي مع صالح بن سالم الضعيف المري بمناسبة فوز العنود واختطافها للشوط الأول الرئيسي لجدع البكار في هذا السباق المحلي التاسع. صالح ألف مبروك فوز العنود واستاهل الناموس. الله يبارك في عمرك وتستحق خير وعافية. نعم، وش سلالة العنود؟ العنود تنحد من سالة ذباح ومن لوم من المتحد بعير مصراط ومشايفان. نعم، وش مشاركتها قبل هذا الشوط؟ العنود صاحب إنجازات عديدة وفي رصيد عدد السباقات هذا الموسم، من وصيفة السيارة 5 مرات من ضمنها في مهرجان ولي العهد العام الماضي، ووصيفة السيارة في ختام الوفاء العام الماضي، ووصيفة السيارة في مهرجان الشحانية ثاني اشتراك لها في هذا الموسم، ووصيفة السيارة بطولة كأس الخليج الثالثة وصاحبة ميدالية البرونزية، ووصيفة السيارة في ميدان الذيد الشوط الأول المهجنات، ومن أهم إنجازاتها في مساء هذا اليوم الشوط الأول الرئيسي وأفضل توقيت. ما شاء الله ما قصرت العنود، وإن شاء الله فالها السيارات في السباقات القادمة. نالك إن شاء الله. نعم. كيف شفت الشوط الليلة؟ والله الشوط رئيسي لاستهام أمره، وكان في منافسة قوية من بكرة البريدي حمد بن جالله البريدي ومقيت المشاركين، ولكن استطاعت العنود الفوز في الشوط الأول الرئيسي بعد المنافسة القوية، والعنود لا يستحال منها في رصيد إنجازات، وهي محطنا الشوط الأول اللي هي كفوله وتاخذه. متى هذا الفوز؟ الله هديه إلى والدي العزيز سالم بن مبارك الضعيف وإلى شقائي الكرام، كما هديه إلى والدي الجميع مبارك من ضعيف أسعد. هنا ينطلق يلا يا جزيل، اللحظات الحاسمة احسمها يا القريصي احسمها يا القريصي، حرك شوي يا سلام. تهانينا تهنئة خاصة أزفها للقريصي الشاعر حمد بن علي بن حمد القريصي الذي فاز بالشوط الرئيسي الأول مع جزيل. تهانينا والناموس. مشاهدينا الأعزاء متواصلين في برنامج مع الفائزين، يسعدنا في هذه اللحظات أن نلتقي مع مالك ومضمر جزيل الشاعر حمد بن علي القريصي، الشاعر المشهور بشاعر شوارد القعقاع، وأيضا يمتاز بالتضمير وفن التضمير والصقارة وغيرها من الأمور. ولكن في هذا اللقاء السريع نسلط الضوء على سلالة جزيل وأهم إنجازاته. حمد ألف مبروك فوز جزيل واختطافه للشوط الأول الرئيسي. الله يبارك فيك مبروك وتستاهل خير. حمد وشي سلالة جزيل؟ جزيل الحدود من سلالة ولد ريد بير بن واس وامه بنت شهي الكليلي. واهم مشاركاته اللي مر بها جزيل، اهم المشاركات؟ اكثر من مره حاصل على المركز الاول وحاصل على رمز الحقائق في سباق المستشار قبل سنتين وافضل توقيت في السباق نفسه. حمد الشوط الليله كيف شفته؟ والله الشوط جر من البدايه للنهايه. الشوط الاول دائما يكون له يعني متابعين ويكون وضعه غير ولحساسيه شوي. لازم انت تركز على الناس اللي معك. وكل لكل مقام مقال. نعم. حمد بما انك شاعر ومنتهز هذه الفرصه، ايش البيتين اللي تبادرت في ذهنك او يعني تقولها حق مشاهدينا الكرام؟ والله القصيد واجد، لكن انا يحضرني بيت او بيتين واحد من اخواني اللي هو خالد بن مقارح. نعم. يقول السوق اللي لها ماضي تعجبك والعاد ماضيها. يعني هذا ينطبق الليل على جزيل. صحيح، جزيل وعلى مطايا السباق اللي مثله. نعم. حمد استعدادك لسباق المؤسسة القادم اللي على الأبواب؟ والله استعدادي شفته الليل على الهواء مباشرة. نعم. هاي بداية التجهيز. نعم. والتوفيق عند الله إن شاء الله. أتمنى لك التوفيق أبو علي وموفق إن شاء الله. وياك الله يوفق أبوك.